بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 54. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه أجمعين، وبعد، نواصل الكلام على قوله تعالى: ضربت عليهم الذلة، وأينما ثقفوا إلا بحبل من الله، إلى قوله تعالى: وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. انتهى بنا الكلام في الحلقة السابقة إلى هذه الجزئية: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، أي سبب هذه العقوبات التي ضربت عليهم ولازمتهم الذلة والمسكنة والبوء بالغضب، بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله التي فيها الأمر بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه. فلما لم يؤمنوا به ولم يتبعوه كفروا بآيات الله التي بأيديهم، فالله جل وعلا ضرب عليهم هذه الذلة وهذه الأمور التي ذكرها. والجريمة الثانية: يقتلون الأنبياء، فجرى منهم قتل للأنبياء، كما قتلوا زكريا وقتلوا يحيى عليهما السلام، وحاولوا قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، ومكروا ومكر الله ورفعه الله من بين أيديهم، وحاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم عدة مرات. فهم مع كفرهم بالأنبياء يقتلونهم والعياذ بالله، ويقتلون الأنبياء بغير حق. هذا وصف كما يقولون موضح، وصف موضح، لأن قتل الأنبياء لا يكون بحق أبدا، وإنما يكون بغير حق، فهو وصف موضح لا مفهوم له. ثم كرر سبحانه وتعالى بيان السببية وعمم فقال: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك الذي حل بهم من هذه العقوبات المتلاحقة بسبب ما عصوا، وما دخلت عليه في تأويل مصدر، أي بسبب عصيانهم لأوامر الله سبحانه وتعالى وارتكابهم ما نهى الله جل وعلا عنه مع أنبيائهم. ثم لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كملوا الكفر بعدم اتباعهم له وكفرهم بنبوته، وهم يعلمون أنه نبي الله عز وجل، وأنه يجب عليهم طاعته واتباعه الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه كلها أوصاف لنبينا صلى الله عليه وسلم في التوراة، وهم يعرفونها، ولكنهم لما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فهم كفروا عن معرفة وعناد واستكبار وحسد للرسول صلى الله عليه وسلم، فنالوا من الله هذه العقوبات العاجلة والآجلة، ولن يتخلصوا منها إلا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والدخول في دين الله. ثم قال: وكانوا يعتدون، أي وذلك بسبب ما كانوا يعتدون، فإن صفتهم العدوان على أحكام الله سبحانه وتعالى والعدوان على عباد الله عز وجل، فهم دائما صفتهم الاعتداء، لأنهم لما كفروا بالله عز وجل فإنهم تخلوا عن كل صفات الفضيلة واتصفوا بكل صفات الرذيلة، وصاروا يسعون في الأرض فسادا كما قال الله سبحانه وتعالى. فهم دائما مهمتهم الاعتداء والإفساد في الأرض، فيؤخذ
من هذه الآيات الكريمة أو من هذه الآية الكريمة يؤخذ منها فوائد. الفائدة الأولى أن الله ضرب الذلة على اليهود وأنها لا ترتفع عنهم هذه الذلة إلا بأحد أمرين: إما بعهد يكون بينهم وبين المسلمين وهو عهد الذمة، حينئذ يدخلون في حكم تحت حكم الإسلام ويكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، أو السبب الثاني مساعدة الدول الكافرة لهم كما هو الواقع الآن، فهم لم تقم لهم قائمة في فلسطين ولم تنعقد لهم دولة في فلسطين إلا بسبب مساعدة الدول الكافرة لهم التي تساندهم والتي تخطط لهم، وهي التي جاءت بهم وركزتهم في فلسطين. فهذا مصداق لقوله سبحانه: وحبل من الناس. ومعروف في تاريخ اليهود ما يجري عليهم من النكبات المتلاحقة، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فلا يزال الجبابرة ولا يزال الملوك من الكفرة ينكبون اليهود في كل عصر، كما حصل لهم في عهد أخت نصر، وكما حصل لهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى مكن رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين منهم. وكما حصل لهم قريبا على يد الكافر النازي هتلر، كما هو معلوم ومشتهر عند الناس من نكبته لهم، ولا يزالون ينتظرون النكبات من الله سبحانه وتعالى المتلاحقة، وأن هذا لا يرتفع عنهم إلا بأحد أمرين: حبل من الله، وذلك بالعهد مع المسلمين، أو حبل من الناس، أي مساعدة الدول الكافرة. وبدون هذين السببين فإن اليهود يبقون في ذلة ويبقون في مهانة ويبقون في مسكنة. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.